احتضن النادي الجهوي للجيش فعاليات الملتقى الجهوي الثاني الموسوم بالمواطن في صلب اهتمامات السيد رئيس الجمهورية والشفافية أساس جودة الخدمة العمومية، حيث حضر والي قسنطينة السيد عبد الخالق سيودة فعاليات هذا الملتقى، والذي أشرف على افتتاحه وسيط الجمهورية السيد مجيد عمور. السيد المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ممثلا للسيد الوزير السيد بالعيد ثيتي، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته السيدة سليمة مصراتي. ويهدف اللقاء إلى تشخيص وتقييم آليات التكفل بانشغالات المواطن والوقوف على النقائص المسجلة في الميدان وتقديم الحلول التي من شأنها تحسين الخدمة العمومية والتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين. تمكن من معالجة العرائض يعني مع ربح الوقت، وكذلك تمكن المواطن من متابعة الشكوى المودعة أو العريضة المودعة في مختلف مراحل معالجتها إلى غاية الرد على هذه العريضة. هذا يعني أهم شيء، بالإضافة إلى وضع ثقة المواطن في الإدارة، وكذلك إضفاء كثير من الشفافية على طرق التكفل بعرائض المواطنين. كل المخرجات والنقاط التي يعني سيتم التوصل إليها سيتم اقتراحها ومناقشتها على مستوى الورشتين المفتوحتين بمناسبة هذا اللقاء الجهوي. وعلى هامش الملتقى الجهوي قام السيد وسيط الجمهورية رفقة السيد والي قسنطينة المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بزيارة تفقدية لمقر المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية لولاية قسنطينة والاستماع إلى عرض حول عمل المندوبية. بخصوص طبيعة العرائض، فهناك جل العرائض أو النسبة الأكبر من العرائض تتعلق بالأشخاص الطبيعيين. كما تم زيارة المعرض المنظم بدار الثقافة ملك حداد إحياء لرأس السنة الأمازيغية يناير 1974. Thank you.